اهلا بيكم يا اصدقائي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتوني والله. النهارده هنشوف اغرب واروع اللحظات اللي تم التقاطها بعدسات الكاميرا، ومش بس كده، ده احنا هنشوف مشاهد بتجمع بين الجمال والفكاهه والمرح والدهشه في نفس الوقت. انا محمد محمود من قناتي على اليوتيوب اسمايل اند لافينج، ادعمني بلايك وادعمني باشتراك، وما تنسوش زي ما احنا متعودين، يلا بينا نصلي على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ونروح للراجل ده اللي كل ما يلف الفيسبا بتاعته في حته تتسرق، فعرف انه مسيبها في حته تاني. اما ده راح يلعب في الجيم، وكانت اول لمسه ليه كسر بيها الدنيا. وده اتصل بيهم في البيت انه يحذف له الكلب من البلكونه بدل ما يطلع لسه وينزل. ونروح للاتنين دول اللي قفشوا على بعض قفشة السنين. وهنا صندوق الزبالة لما يكون في الشارع ومش عاجباه الحتة اللي هو واقف فيها وبيروح في حتة تانية. اما هنا كان في زلزال والاتنين دول ما كانوش عارفين يعملوا ايه، وفي الاخر دخلوا تحت المكتب واستخبوا. اما العامل ده من غلطة صغيرة فكلفته شغل اسبوع كامل عشان يعرف يرجع كل حاجة زي الاول. والسواق ده لسه يشد فرامل العربية، وخرطوم البنزين اتقطع والبنزين وقع في الشارع وغرق الدنيا. والعربية دي كمان، هو ايه موضوع الفرامل اليومين دول؟ وهنا لما تكون بتلعب بلاي ستيشن وفي اخر ليفل وتخسر. ونروح لعجلة كابل الكهرباء دي اللي جريت من صاحبها وما كانش عارف يوقفها، لدرجة ان العربيات كلها خافت وجريت من قدامها. وهنا لما تاخد مراتك وتركبها مركب وتحسسها ان هي في تايتانيك. ونروح للخنزير ده وهو بيدور على الاكل، الحلة لزقت في راسه. اما الولد ده فقرر انه يعلم الكلاب الموجودة في الشارع لعبة الكونغ فو. ونروح للراجل ده اللي قاعد يشوي يشوي لحد ما حرق الدنيا كلها. خلي بالك يا ابني لا تتلسع. ونروح للقطة دي اللي افتكرت اختها اللي عملته فيها فجريت عليها وقامت ممهرزاها. ونروح للقطة دي اللي حالفة انها ما سايبة الكلب ده اللي ما تقطعه. ونروح للعجل ده اللي طالب اوبر وكان واقف من شويه لحد ما جاله خده وركبه. اما الراجل ده كان رايح يزور صاحبه وما كانش متوقع ايه اللي هيحصل له. ولو انت بتفكري تروحي انت وصاحبتك حمام السباحة، اديني جبتلك فنطاز مية كامل. وهنا عشان بعد كده تبقى تربط الكلب قريب منك عشان ما يحصلكش زي كده. ونروح للراجل ده اللي كان بيتكلم في التليفون وقع في حمام السباحة ولا حد خد باله وكمل مكالمته عادي. ايه يا وادي القلاطة اللي انت فيها دي؟
ونروح للحرامي ده اللي كان بيسرق بطريقة جديدة، مقعد واحد في قلب الشنطة ومخليه يسرق له. أما الست دي كانت راحة تقفل باب عربيتها وتفاجئت لما لقيت دب خارج لها منها. وهنا لما تكون بتاكل في مطعم ويكون جايب ستاف أول يوم شغل اليوم النهاردة، ونروح للراجل ده اللي معرفش يسيطر على الموتوسيكل اللي معاه وقاعد ينده للناس عشان تيجي تساعده. مكتوب له يا ابني انه هيقع دلوقتي وفي الحتة دي، يلا عليك العوض. ونروح للست دي اللي ربطت الكلب بتاعها بره عشان كانت داخله المحل تشتري حاجة، بس الكلب كان ليه خطة تانية. واللي هنشوفه هنا عادي جدا، ده مجرد اسد معدي في السوبر ماركت. وهنا لما الكنزية تقع على الارض وتفرقع في وشك. ونروح للحرامية دول اللي كانوا عايزين يسرقوا الراجل ده وهو بيفول عربيته، بس هاجمهم ودافع عن نفسه بطريقة ذكية. والله الفكرة دي حلوة وروشة. اما اللي حصل ده عشان انت مستنيتش برا واستنيت حد يجي ياخد الحاجة منك، ادفع بقى يا عم وحاسب. اما ده فمراته وقعت على الارض قدامه وما اتحركتش فيه شعره، وقام قايل لها انت كويسه يا حبيبتي؟ اما الولد ده فكان شكله لسه مصحاش من النوم وفاكر ان هو داخل الحمام في بيتهم. تعمل ايه لما تلاقي تعبان قافش في ظهرك وماسك فيك وانت مش عارف تهرب منه؟ ونروح للتلاتة السكرانين دول اللي كانوا مش عارفين يفتحوا باب الشقة لغاية ما واحد فيهم قرر انه يفتحه بدماغه. ونروح للغزالة دي اللي كانت عايزة تركب الأتوبيس من غير ما تدفع تذكرة. ونروح للشاب ده اللي كان بيجري وعايز يفتح الباب بسرعة للدليفري ولأخته، ومن صربعته كسر إزاز أوضته. امسح دي. اما دول فدول اذكى كلبين هاسكي انا شفتهم في حياتي. بالسلامة يا حبيبي. وهنا اول لما تشوفوا راجل كبير راكب سكوتر كلكم تجروا بعيد عنه. معقولة الفيديو خلص؟ والله ما حسيت بالوقت معاكم. انا محمد محمود من قناتي على اليوتيوب اسماعيل اند لافينج. ادعمني بلايك وادعمني باشتراك، وما تنسوش يا اصحابي تردوا عليا وتقولولي ايه احسن مشهد عجبكم في الفيديو. سلام.